اهلا بيكم، معكم احمد عمرو اكو تيبس دوت كوم. وهنتكلم النهارده عن قاعده واحده هي فعلا ممكن تغير حياتك للاحسن. القاعده دي علشان تغير حياتك، القاعده دي برضو علشان تقيم حياتك هي عامله ازاي، وبعد ما تقيمها تبتدي ان انت تحسن الحاجات اللي عايز تتحسن للافضل. فالقاعده اسمها 5 في 5 او 5 تايم 5. كلنا سمعنا زمان عن القاعده دي، ما بتقول ان انت المحصله او النتيجه بتاعت اقرب 5 اصحاب ليك او اقرب 5 اشخاص ليك. يعني لو احنا جبنا شخص ناجح بزنس مان مثلا او غيره، او الشخص يعني انت عايز تبقى زيه، وشفت مين هم اقرب 5 اشخاص ليه دلوقتي او حتى اثناء في الطريق وهو بيبني نفسه علشان ينجح او علشان يوصل اللي هو فيه دلوقتي، الخمس اشخاص دولت هيكونوا اشخاص مختلفه تماما عن شخص تاني مثلا مدمن او شخص تاني اليوم بتاعه بيكون نصه بيلعب فيديو جيم والنص التاني بيتفرج على نتفليكس وبورن. فالخمسه دول هيكونوا غير الخمسه دول، ديت حاجه مليون في الميه. القاعده الجديده بقى اللي اسمها 5 تايم 5، فديت بتقول ان مش بس الاشخاص اللي حواليك هم اللي بيأثروا او هم بيكونوا محصله بتاعت النتيجه اللي انت هتوصل لها، ولكن هم 5 حاجات. الاشخاص ديت بتكون حاجه واحده بس من ضمن الخمس حاجات التانيه، عشان كده هي اسمها 5 تايم 5. فاول 5 من الخمسه هم الخمس اشخاص، تاني 5 من الخمسه هيكونوا 5 بليسز او موست 5 بليسز او اكتر 5 اماكن انت بتروحهم باستمرار او انت بتتواجد فيهم باستمرار، دولت برضو بيأثروا على النتيجه بتاعتك الاخرانيه. فانت تسأل نفسك ايه هي اكتر 5 اماكن انت بتتردد عليها وانت بتروحها باستمرار، وهل الجيم بيكون فيهم ولا لا؟ يعني بتروح الجيم اكتر ولا بتروح القهوه اكتر، او حد تاني بيروح بار او بيروح اي حاجه من دي؟ وما تفهمش من كلامي ان انت ما ينفعش تخرج او حرام ان انت تخرج، احنا بس بنقول ايه الحاجه اللي انت بتروحها اكتر. فالحاجه اللي انت بتروحها اكتر هي هتكون النتيجه بتاعتك اللي انت فيها دلوقتي، او النتيجه بتاعتك اللي انت نعرف نتنبأ بمستقبلك بيها، او اللي انت هتحصل عليها في المستقبل بتاعك. فلو انت مش عاجبك اللي انت فيه دلوقتي فابدا غير برضو في الاماكن اللي انت بتروحها، زي ما بتغير في الاشخاص اللي انت عايز تكون حواليهم، والاتنين واحد. لو انت رحت اماكن مختلفه هتعرف اشخاص مختلفه، فبالتالي هتخدمك في الغرض الاخراني. الخمسه اللي هم رقم 3 هي الاكل اللي انت بتاكله، وهي اكتر 5 حاجات انت بتاكلها باستمرار، او 5 حاجات انت بتجيبها باستمرار من السوبر ماركت. هل فيهم جانك فودز؟ هل فيهم حاجات حلويات او سكر او اي حاجه من ديت؟ فيعني خليك صادق مع نفسك واسال نفسك وهيبان عليك. هيبان عليك لو اكتر 5 حاجات انت بتاكلهم هم اكل صحي، هيبان عليك لو اكتر 5 حاجات انت بتاكلها معظمها بتكون سكريات او حلويات او جنك او زباله من ديت، فهيبان عليك سواء على شكل جسمك، سواء على شكل بشرتك، سواء على كل حاجه. الخمسه اللي بعديهم اللي هي الفايف هابتس او موست فايف هابتس، او اكتر 5 عادات او 5 افعال انت بتكررهم او بتعملهم باستمرار. يعني في ناس مثلا بتقرا كل يوم، في ناس بتروح مثلا تشيش كل يوم، فالنقطه دي طبعا بتشمل حاجات كتير زي وقت الفراغ بتاعك انت بتقضيه ازاي، او الاوقات اللي انت بتعملش في حاجه انت بتقضيها ازاي، بتسمع ايه وانت سايق العربيه بتاعتك مثلا، هل بتشغل موسيقى على طول؟ انا عن نفسي بسمع كتب، بسمع اوديو بوكس. لو بسمع موسيقى بيبقى بس وانا رايح التمرين، يعني حاجه تدي بومب كده قبل التمرين، او لو حد ركب معايا العربيه اكيد مش هسمعه كتب يعني، فبشغل له حاجه نسمعها احنا الاثنين بس. انما غير كده فعلا انا وانا رايح الشغل بتاعي او انا راجع وانا عندي اي مشوار، انا معظم الاوقات انا بسمع اوديو بوكس، اللي هو الابلكيشن اللي اسمه اوديبل ده، ابلكيشن بتسمع من عليه كتب، فده اللي انا بشغله على طول طول ما انا سايق، لان مفيش حد حياته اتغيرت سواء اتفرج على الفيديو دوت او ما اتفرجش على الفيديو دوت، يعني سواء كان يعرف الحاجات دي سواء عملها عن قصد او غير قصد، بس اي حد غير حياته للاحسن الخمس حاجات دولت اتغيروا الاول علشان يوصلوه للمكان الاحسن اللي هو فيه دلوقتي. فلو انت دلوقتي في مكان احسن يبقى انت اكيد غيرت من الخمسه دول. لو انت في مكان مش كويس وعايز تبقى في مكان احسن، فاسهل حاجه ان انت تحسن من المكان اللي انت فيه دلوقتي ان انت تغير الخمس حاجات ديت وتنتظم عليهم، وبعد فترة مليون في المية هتكون في مكان احسن، ما فيهاش احتمال اه واحتمال لا. غير الحاجات ديت ومليون في المية المكان اللي انت فيه هيكون احسن من ناحية كل حاجة. ونشوفكوا في الفيديو اللي بعده.